منذ انتخابه في 5 يناير 2022 لم يحقق مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي طموحات الجماهير المصرية على كافة المستويات، وهو ما يؤشر بالتغيير مع انتهاء فترته خلال 6 أشهر على الأكثر. بعد انتهاء دورة باريس الأولمبية الصيف المقبل ستجرى انتخابات جديدة في الجبلاية وسط توقعات بخوض بعض الشخصيات الجديدة على اتحاد الكرة هذا السباق وترقب عدد من الوجوه التي مثلت مجلس إدارة الجبلاية في أوقات سابقة، منها محمود الشامي أحد أبرز الكوادر الإدارية في الكرة المصرية خلال هذه الألفية. بدأ الشامي مسيرته مع الإدارة الرياضية في نادي بلدية المحلة كعضو مجلس إدارة، ثم رئيسا للنادي لمدة 12 عاما، ثم انتخب عضوا في مجلس إدارة الاتحاد المصري في دورة 2008 مع سمير زاهر و2012 رفقة جمال علام، كما شغل رئاسة لجنة الأندية. خلال ولايته الأولى في مجلس إدارة الاتحاد المصري حقق الشامي نجاحات منقطعة النظير مع زملائه، عندما حقق المنتخب الوطني كأس الأمم الإفريقية عامي 2008 و2010، كما ارتقى للمركز 9 في التصنيف العالمي للمنتخبات. عن عودته للعمل الإداري خلال الفترة المقبلة وصحة ما تردد عن دخوله الانتخابات على مقعد الرئاسة أو ضمن قائمة أحد المرشحين، ما هي أسباب تراجع الكرة المصرية في الآونة الأخيرة وإمكانية وضع حلول للمشاكل والأزمات المزمنة التي تعاني منها؟ كل هذه الملفات يتناولها ويجيب عنها محمود الشامي مع شوبير في ملعب أون تايم. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، تعالوا رحبوا معايا باللي منورنا ومشرفنا المهندس محمود الشامي اول رئيس لرابطه الانديه عضو مجلس اداره الاتحاد المصري السابق ورئيس نادي البلديه السابق وعضو مجلس النواب. مساء الفل يا حاج محمود. كابتن شوبير كل صح حضرتك؟ طيب حضرتك بالف صحه وسلامه جدا في الايام المفترجه لينا فرديه ومن ليالي العشر الاواخر، نكون مع حضرتك ومع المشاهدين كل سنه طيبين وفي وقت اخر تدعينا في الاخر دايما كل وقت ربنا يكرمك. السؤال دلوقتي اين محمود الشامي؟ من 2017 وانا بعيد عن سبع سنين كاملة متابع لكل صغيرة وكبيرة في ما تخص كرة القدم، لان دي معشوقة الانسان وعمل الواحد اشتغل فيه اكثر من 40 سنة. انت رئيس نادي كان عندك كم سنة؟ كان عندي 30 سنة. مصطفى كان عنده كم سنة؟ اصغر شوية يعني ربنا يبارك لك. يعني انا في مجال الكرة من 88 ما شاء الله. كنت بتاع الكورة كنت مسؤول وحضرتك طبعا معانا، لكن بداية الشغل الحقيقي طبعا تم بالتزامن مع حضرتك مع التطوير اللي حصل من بداية 97 وبعدين 2001 وبعدين 2005 وخلال ال 30 سنة اللي فاتت. ثم 8 سنين طبعا تم انتهى بعد 8 سنين ودخلت مسكت رابطة الأندية في وجود هي الثمان سنين لسه موجودة في اتحاد الكرة؟ لا ما هو تصاعدي. يعني تصاعدي. النهارده طيب يعني أستاذ جمال علام ليه الانتخابات الجاية؟ ملوش. الكابتن حازم امام للانتخابات الجايه على مقعد النائب او الرئيس يعني استاذ جمال بس لا استاذ جمال بس الباقي لازم الكابتن حازم او الاستاذ ابو الوفا لازم يصعد في يتصعد من مثلا عضو مجلس اداره لامين ما فيش امين صندوق نائب او رئيس وما ينزلش يعني للرئيس الرئيس حتى لو دوره واحده ما ينفعش يبقى نائب او النائب يبقى عضو ممنوع راجع يعني ممنوع خالد الدرداني تصاعدي ممنوع خالد الدرداني ينزل على مقعد لا يبقى رئيس لا خالد الدرداني من حقه لانه دي اول دوره بس ممنوع يترشح في مركز كان زمان ينتهي يعني نائب الرئيس ما ينزلش ده شرط موجود على فكره عشان كلمه حق يعني عشان يعني نكلم الناس مسؤولين احنا في ايام طبعا وقت حساس وقت بركه كله هذه افضل لائحه اتعملت في تاريخ الكره افضل لائحه اتكلم جد هذه اللائحه افضل لائحه انتخابات لا انا بتكلم لائحه عموما خلينا نتكلم في موضوع الانتخابات موضوع القايمه لان فيها برضو شويه محاذير يعني. لكن عايز اتكلم على اللائحه قصدك ضوابط الترشح ضوابط منظومه الكره المصريه ومبدا النزاهه والشفافيه والحوكمه والاداره والتسويق وكل ما هو يمس كره القدم اتعمل في هذه اللائحه اللي بذل فيها مجهود اللي نشكر فيها كل الناس اللي نعم. فيها على استاذ عمرو الجنايني اللجنه اللي جت بصراحه يعني وخلينا نفتكر نراجع الناس ان دي مش اول مره تحصل هذه المحطات نعم. وكويس حضرتك شاهد على التاريخ معانا والمشاهدين يبقوا عارفين ان الموضوع
اتعمل ثلاث مرات، اهمهم المرتين الاخرى مره الكابتن عصام عبد المنعم يديله الصحه والعافيه، ومره الكابتن عمرو الجنايين. نعم. اتقال في كل مره ان احنا عايزين خريطه الطريق، عايزين لائحه، احنا ما عندناش. دول عملوا خريطه ودول عملوا خريطه. ايوه بالظبط. نعم. كده. يعني انت كنت راضي عن فتره الاستاذ عمرو الجنايين في البدايه وليس. نعم. الخواتيم. أيوة. لما حب يطول الموضوع شويه وما يسلمش في الوقت المحدد منه، كان قادر هربت شويه منه، هربت منه في الاخر. لكن الكابتن عصام عبد المنعم عمل رول دايما الحياه علمت الواحد عاقبه الامور. نعم. وده العاقبه. نعم. لا تبص دائما للبدايات، بص للخواتيم. نعم. النهايات هي. نعم. خلاص والعمل. لو تفتكر حضرتك كابتن شوبير واحنا كان في حاجات بتحصل وحضرنا مع بعض في 2001 5، ولكن في الاخر النهايه في ايه؟ في نجاحات وفي نتائج مبشره. العواقب هي اللي تبقى. نعم. معناها ان البدايه حتى لو بدات كويسه يبقى انا لكن الى حد ما راضي عن فتره عمرو الجنايني طبعا، الا الفتره الاخيره لما حب يطول ما سلمش تسلم المجلس في وقت قليل جدا. الخطر كان ممكن في شهر 7 يبدا ويسلم بدرجه كبيره. راضي عن الكابتن عصام عبد المنعم طبعا لانه كان فيها امانه وشفافيه جامده جدا. طيب. وسلم المجلس لو تفتكر. اعتراضك انت قلت لي بشكل كبير عندي موافقه وراضي، بس في حته القائمه مش عاجبك. بص حضرتك كره القدم فيها كان الاول تطور اللائحه برضه عشان نعرف السبب المشاكل. كان الاول كان اللائحه بتحظر على اكثر من 70% من المشتركين في كره القدم من الترشح. يعني كان الشروط اللي موجوده محتصره بس على من مارس اللعبه سواء حكم او لاعب او اداري فكانت. نعم. محدوده جدا وكانت العدد موجود لو تفتكر. وده كويس من وجهه نظرك؟ لا. نعم. لازم يبقى في خبرات ولكن محدوده. فدي كانت فيها مميزاتها في انها بتسمح بايه بمن ادوا خدمات. بص كره القدم يا كابتن في الاتحاد الدولي والفيا بص كره القدم ما بتنتهيش بمعاش ولا كره القدم، بالعكس كل ما بتبقى موجود لازم تشترك وتبقى في الاسره كره القدم. نعم. زي ما حضرتك عارف ان الروابط القدامى اللاعبين من حضرتك بتشرف رساله اللي بهنيك على رئاستها وعلى الحفله الرائعه كلها اخلاص واحترام. شفنا الرموز لازم يكونوا موجودين كره القدم. نعم. كلاعبين كقدامى لاعبين كقدامى حكام. كل دول لابد ان يكونوا اسره موجوده مشتركه ولها حضور حق حضور جماعه وهي كمان في الفيها والكلام ده. فاذا انا ما ينفعش احجب فكره القايمه فكره او القايمه المطلقه المغلقه دي لا يمكن تتم فيها الرياضه. نعم. لان حضرتك بتقتل طموحات وتدرج وبتضيع خبرات. ماشي. لكن انا النهارده اعمل مجموعه بتجانسه واشترك فيها وادي فرصه للجمعيه العموميه ان يبقى في تنوع، وادي فرصه لواحد متميز. نراجع بالحصان الاسود اللي موجودين في كل مره ايه. لو تفتكر احنا 2001 حصان الاسود كان حضرتك عارف كان مين. نعم. كابتن شوبير. 2005 فلان، 2007 احمد مجاد، محمود شوبير. نعم. يطلع واحد بيبقى متواصل مع الجمعيه العموميه بيبقى له طموحات بيدي دم وبيدي روح. نعم. ويبقى ليه تميز واعرف احاسبه واعرف اطلب منه اللي نزل بيه كبرنامج كامل. فهي دي النقطه اللي اعتقد محتاجه تغيير. اما بقيه اللائحه انا اعتقد وما كانتش موجوده على فكره في اللائحه الفيفا ولا حاجه. نعم. تم اضافتها في التعديل الاخير اللي تم في بعد ما مشى عمرو الجنايني. يعني بعد ما كابتن عمرو الجنايني خلص لائحته جت الفتره المؤقته اللي كان فيها كابتن احمد جاد حصل هذا التعديل في شوط الترشيح. لكن فيما يخص بقى اللائحه في كل بنيتها كابتن شوبير في كل بنيتها في التعامل صلاحيات كامله وشراكه كامله ما بين الاتحاد وما بين روابط الانديه في اداره المسابقات وبشروط طبعا فيها طبعا تنفيذ مختلف دلوقتي. نعم. الاتحاد المصري لكره القدم هو شريك اساسي. طيب. هو صاحب الحقوق الاساسيه مع الانديه اللي هي بتمثلها الرابطه. ماشي. ولا يمكن ابدا ان تتم النجاح ان تفصل الرابطه عن الاتحاد او الاتحاد عن الرابطه. دايما دايما اسم محمود الشامي بتردد مع كل انتخابات. واللي ما يعرفش انا بقول لكم محمود الشامي اسم مضمون النجاح في الانتخابات. الله. بس في منصب ايه ما اعرفش، بس مضمون النجاح. عنده علاقات غير عاديه في الجمعيه العموميه ومع كل الانديه. هل انت ويت الترشح للانتخابات القادمه؟ بص يا كابتن شوبير النقطه ديت يعني طبعا في كمان شويه انتخابات قلت وانا الحقيقه الموضوع دوت مش عشان حضرتك موجود، انا دايما اتعلمت من حضرتك. احنا كنا مع حضرتك في انتخابات مدعمين وسندين لما كنا رؤساء انديه، وكان لحضرتك لنا لوبي دايما مع الانديه الجمعويه. صحيح. وانا بعتقد يا كابتن شوبير ان انا من وجهه نظري. نعم. ان الجمعيه العموميه كتير يعني اتاخد في حقها مجموعه محترمه جدا، وانا سعيد جدا بعلاقتي بيهم وشايف ان ده من احسن الامور اللي انا مستمر معاهم. ماشي. كان الـ الـ الـ
الجمع ما بين المناصب كان في شويه لغط لو تفتكر، كنت شايف في قضايا واترفعت وكلام من ده، واتحكمت بالتشريع العليا ان من حق من يجمع بين الهيئات التشريعيه انه خلاص دي بتاعت حسام المندوب وانتهت خلاص انتهى خلاص دي كانت فبقى من حقك ترشح ده فما كانش من حقي او كان ايه احنا انا في العشر سنين دول ركزت في اتحاد الصحافه، انا في عضو اتحاد الصحافه من سنه 97 بقيت اتحاد الصحافه المصريه، وكنا خدنا موافقه المجلس على الترشح. فيما يخص الترشح بكلمك بكل أمانة، دي مش أول مرة يتعرض عليا الموضوع ده. موضوع إيه؟ الانتخابات اللي فاتت إيه؟ منصب إيه؟ دلوقتي إيه؟ أتكلم على قبل كده. لا دلوقتي أنا دلوقتي أنا حضرتك بكل أمانة، أنا زي نويت الانتخابات أنا مش هنزل على منصب رئيس. مش هتنزل على الرئيس، مفاجأة بالنسبة لي. لأن ومش هتنزل على منصب بلاده. لا ما ينفعش امشي على منصب، انا 8 سنين عضو، انا ماليش الا منصب، يا اما النائب الرئيس. يعني انت حتى لو قضيت 8 سنين عضو مدى الحياة، مدى الحياة اطلع على مقعد. يعني انا مثلا قضيت دورتين، يعني قضيت دوره، لكن نفترض دورتين. لا انت عديت دورتين، الدوره الثانيه لا ده 4 شهور وخلاص. هي بقت اوكي خلاص. انا انت حضرتك ما تنفعش للرئيس. تمام اوكي. انت ما تنفعش للرئيس. مين اللي ينفع على منصب النائب؟ كل ما هو قدم 8 سنين. يعني حضرتك دلوقتي تصلح ان انت ترشح على النائب. انت بتعلن دلوقتي على الهواء انك لن تترشح على الرئاسه نهائي. لانه انا الحقيقه مؤمن بان المناصب يعني ايه، يعني رؤيتي ان انا محتاج المنصب انا شغلي الاساسي يا كابتن شوبير في حضرتك عارفني في اللوائح والقوانين ده صحيح شغل ده شغلي فيها. ده شغلي الوحيد. مشاكل علاقات حضرتك يا مشكورا اول واحد مسكتني لجنه الفروع، والحمد لله عملت فيها شغل كويس وشغل شغل اللاعبين واشتغلت مسابقات قبل كده مع كابتن شجر رحمه الله عليه. فانا الحاجات التنفيذيه دي انا حابب ان انا اشتغل فيها، الترخيص بقى والتطوير بقى والشفافيه. يعني انت حضرتك ممكن من الممكن ان تترشح على منصب نائب رئيس الدوره القادمه وليس الرئيس. مش هترشح رئيس ابدا. لا مش ابدا. الدوره دي لا الدوره دي يعني ماشي. الدوره دي انا حلو. انا مع مين بقى؟ هو ده السؤال. هو ده بقى هيتوقف على اللائحه اللي هتتعمل. وهل هيستمر اللائحه اللي نفترض ان احنا باللائحه دي هيبقى بقى ايه؟ هنبدا بقى ان شاء الله نرتب امور. وانا بقول لحضرتك عايز اقول لك الكلام ده ليه؟ لان المره اللي فاتت كان في ترتيبات معينه. انا رفضت ابقى رئيس مع ناس معينه، واحترامي كان ده مش تقليل منهم ولا تقليل منهم، لكن الحقيقه كابتن شوبير الدنيا اتغيرت في ايه؟ التطور غير طبيعي. الناس صحيح. بتجري من جنبنا النهارده، السعوديه والمغرب واحترامي النهارده البساط بينسحب بنسبه كبيره جدا تسويقيا ومنيا، وبينال من قوه الدوري المصري ومن هيبه الدوري المصري. واحنا لابد الحركه بتاعتنا تبقى مختلفه. ماشي. مش تيسير اعمال، مش بمشي الامور واعمل جداول، لا انا لازم اروح في حته ثانيه. طيب خليني فانا أيوة. فكان وجهه نظري إن, 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 ان الفتره اللي جايه دي محتاجه هي طفره وجاريه زي ما حصل الجاريه البدايه لو تفتكر يا كابتن شوبير في 2001 كان بدايات التطوير والتغيير والتسويق، وحضرتك اعلنت كان في 3 قوائم. نعم. واحنا رحنا في كلنا في اتجاه رحمه الله كابتن سمير، مع ان كان في قائمه ممتازه. نعم. لكابتن هادي فهمي. نعم. وقائمه اللي هو حرب بين دير الصحه والطعام، دول كانوا اقوى. نعم. انتخابات تمت في تاريخ، والثلاثه كانوا بره الانتخابات. نعم. وكان بيدير الكابتن عصام عبد، عشان كده بديله التحيه لانه حضرها بمنتهى الشافيه وما نحس لاي فئه. وكان باشراف كابتن طه اسماعيل وكابتن اشراف الاتحاد الدولي وكل وخلي بالك وكل الماتشات كل الايفنتات بعد كده تبقى 19 الدولي حسب الله. لكن عايز اقول هذه البطوله علمتني ان فعلا لابد ان كل مرحله وكل حقبه محتاجه رجاله ومحتاجه خطوات معينه. جه كابتن سمير حصل وحضرتك جيت معانا نائب رئيس وعملتوا النجاحات دي كلها. انا بس عايز اقول يا جماعه في الفتره دي لان الناس كلها عماله تشتم وتعمل لازم. احنا دخلنا 2005 كان كاس العالم كنا شبه خرجنا منه. خلاص كنا خرجنا خلاص خلاص. فكملنا مع كابتن كسبنا 2006 وكسبنا 2008 و2009 وخدنا البرونزيه بتاعت كاس العالم. ايوه وخدنا يعني لا شغل ما كانش خدنا 2001 دي كنت عضو مجلس اداره كده وخدنا بطوله الناشئين وخدنا حاجات كتير. طيب تاني سؤال اتفضل كده. الاسماء اللي بتتردد على الرئاسه من وجهه نظرك مين تتردد؟ ما بقولش انت تنزل مع مين دلوقتي. بص حضرتك الاعلان في الرئاسه، يعني انا شايف انه اللي هيعلن ان هو رئيس دلوقتي في 2 اعلنوا طبعا كلهم خبرات وكلهم مين بقى؟ على نائب احمد دياب ومهندس احمد بجاد. يعني ده اللي انا شفته. لا احمد بجاد ما اعلنش. احمد بجاد كان معايا هنا قال لي لسه الرؤيه مش واضحه فما اقدرش اعلن دلوقتي. لا والله انا سمعت كان بينتظر مثلا موقف المهندس انا بريده. انا سمعت جزء من حضرتك ان هو قال ان انا مش صعب ان انا اخش في حاجه ثانيه بعد ما رئيس الاتحاد، يعني ضمنيا انا استشعرت دي. فانا يعني ايه شايف ان
ان هم طبعا شخصيات ممتازه كل الشخصيات ممتازه، لكن انا شايف أيوة. محتاج ان في المرحله الجايه دي محتاجه حاجه قنبله، يعني حاجه جديده، يعني حاجه جديده يعني فيما يخص الرابطه يعني محتاجه تكمله، لكن الرابطه والاتحاد مع بعض يعني انا مش عارف هل هي مثلا يبقى يجمع بين الاثنين او يعني لا خلاص ما ينفعش ما ينفعش اصلا. يعني هو حضرتك لو احمد دياب قال لك انا عايزك معايا نائب افكر بقى، انا الموضوع كله محتاج تفكير. طيب لو هنا بوريده ظهر في الصوره هبصم طبعا، هتبصم انك مع هنا بوريده؟ مش هفكر، هو مش هتفكر، مش هفكر ليه بقى، مش تأهيل من ده او من ده، لكن يعني حضرتك كنت شويه يعني كابتن هاني اشتغلنا معاك كلنا كتير وهو يعني اخر دوره له هيبقى مدى الحياه بقى شرفي، فاذا لقت عادت القاره وعملنا مجموعه انتحاريه للمرحله الجايه ديت انا واختار اذا احمد مجاد قال انه نازل رئيس مش عارف بسالك الاسئله حلوه بس انا مش مجهز لها يعني مش مجهز بس انت ما فكرتش فيها، ما فكرتش خالص اذا عمرو الجنايني نازل رئيس وقال لك انا عايزك معايا والله ما فكرتش، انا ما فكرتش لكن انا بريده مش هتفكر موضوع محسوب. طيب في اراء ثانيه يا حاج محمود بتقول انه كفايه خلينا نشوف وجوه جديده، خلينا نشوف ناس نضخ دماء جديده تميل الى الشباب شويه، كل الشكر للناس دي عملت كل حاجه، لكن خلينا نفكر في وجوه جديده. شايف وجوه جديده؟ ما هو بص حضرتك لازم يبقى في تغيير في وجوه جديده، لكن النسبه لا هم بيتكلموا على رئيس، على الرئيس، رئيس جديد، عشان كده بقول لحضرتك انا في في الخناقه دي شايف ان ايه ان هتبقى موضوع في اختلافات وجهات نظر، لكن انا المنصب اللي انا هقدر اشتغل فيه وادي فيه بغض النظر عن اللي هيبقى موجود، لانه انا بلحظتك شغلي كله هيبقى تنفيذي في علاقه الاتحاد الكره بالفروع، بالعلاقه الانديه ومشاكل الانديه وتطوير الانديه الانديه الجماهيريه وملفات اللي احنا بداناها وفتحناها وتراخيص الانديه اللي هي حتى الان اعتقد وعلاقه عملوا لجنه بس في تسميات لناس وناس كلها محترمه الحقيقه، بس انا مش شايف شغل، يعني في مسميات خلينا نتكلم شخصيات محترمه جدا لكن مش شايف شغل. طبعا الاتحاد طبعا اشتغل لكن هو الحقيقه كل الشغل يا كابتن شغل نمطي تيسير اعمال، لكن لم يخترق هناك ملف واحد تم تطوير اداؤه من اول شؤون اللاعبين، مفيش ملف واحد. شايف الرابطه ازاي؟ شايف انها بدات بس جاوبني بصراحه بدات كويس بدات كويس، لكن في الاخر وكانت نجحت نجاح كويس جدا في انها كلنا كنا متفائلين، عدت طورت في التصوير وطورت في الاداء، لكن الموسم ده بالذات لا يوجد عدم لا يوجد تركيز الموسم ده دايما بقول لك عقبه الامور، الموسم ده محتاج ان احنا عدينا من ازمات. النهارده انت حضرتك الرابطه والاتحاد خد الدوري، حضرتك لو تفتكر في ثلاثه كاس ورا بعض في متاخرات جامده جدا، وانا انا عن نفسي بخبرتي ما كنتش متخيل ان ممكن نتم تمينا المواسم الصعبه دي كلها، ودخلنا وما توفقناش في الامور، ولكن ما توفقناش كاس العالم، لكن قدرنا ان احنا خلص مسابقتك. ايوه نيجي الموسم ده تم ترهل رهيب وتم احمد دياب اعلن في احد لقاءاته انه الدوري هيخلص 10/8. انا حضرتك انا في الاسبوع انا في الاسبوع السابع انا ايش دعوه، لا في ناس يقول لك انا في الاسبوع 17 دي انا دعوه بالاهلي. بص حضرتك الدوري ده كابتن شوبير مختلف عن كل دوري، الدوري ده ما اتحسمش مش هيتحسم الا الفرق، في فرق كتيره مستعده جدا، في تقارب في المستوى زي ما حضرتك شايف، في برضو نتيجه ضغط المسابقات ورا بعضها، في معاناه من الانديه الكبيره خاصه النادي الاهلي بالضغوط الرهيبه وفي الاشتراكات المستمره والمتعاقبه وتلاحم الان الدوري ما اكملش الان الان. طيب خليني اروح لفاصل، بس قبل الفاصل خليني ابارك للنادي الاهلي، النهارده كان لقاءه الاول مع الزمالك على بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة، مباراة كانت مثيرة جدا خاصة في شوطها الثاني، والأهلي نجح في الفوز بثلاث أشواط نظيفة على نادي الزمالك 25-17 أظن 29-27 وبعدين 25-21، لسه في ماتش تاني، ما حدش يقدر يقول مبروك للنادي الأهلي ولا هارد لك نادي الزمالك، لسه في ماتش تاني. الأهلي فاز ببطولة الدوري العام، خسر يلعبوا الماتش الثالث. نفس الأمر البنات امبارح، الاهلي ايضا فاز 3-0 والشوط الاول برضو كان مثير جدا 31-29، وبعدين الاهلي فاز بالشوطين اللي بعد كده. طبعا ناس كتير جدا زعلانه ان المباريات ما اتذاعتش، لكن ظروف الدوري العام. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني.
حاج محمود، عايز اسالك عن المنتخبات شويه. الكوره يعني منتخبات ولا انا غلطان؟ طبعا غير اللوائح وشؤون اللعيبه والكلام ده كله ممكن نتكلم فيه بعد شويه، لكنه المرحله دي بقالنا 3 4 5 سنين الحقيقه وصلنا نهائي مرتين زي ما حضرتك قلت، لكنه للاسف الشديد مفيش نتائج. وبعدين بدانا بقى بنخرج بدري شويه والمنتخبات الشباب والناشئين اللي كنا بنفتخر بيها، الدنيا بقت صعبه. برايك ما هو السبب وما هو الحل؟ بص يا كابتن شوبير، الحقيقه المنتخبات من زمان وهي فيها الازمه دي، وحضرتك كانت البطولات والمسابقات اللي بتتم في الناشئين ما كانتش مرتبطه قوي بالاجنده الدوليه، وكان برضو بيبقى فيه مسابقات بتتم غير بطولات. وافتكر ما عندناش غير منتخب الاولمبي بس الكويس. وارجع لحضرتك لو احنا ماسك الملف ده وحضرتك كنت في اتحاد الكوره وكان معانا احمد الله كابتن جواري، ورفضنا ان احنا نحط مسابقات لسن معين، وكانت خناقه كبيره. لحد دلوقتي يقول لي وانت ينفع تحارب ابوك كابتن جواري؟ قلت له ما ينفع مستحيل. بس الكابتن جواري ليه يا كابتن؟ كانت المسابقه 23 سنه 21 سنه قلنا مستحيل. مطبخ عارفين ان الثغرات اللي كانت موجوده على ارض الواقع، حضرتك طالع من واحنا من الانديه الصغيره قادرين نعرف ان 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 في المسابقات الناشئين لها سن معين، ان لازم ما تبقاش ما تبقاش مخزن يتركب فيه اللعيبه. ان الاعاره لابد انها تكون محدده. كمان لما حصل التطور وربطوا المسابقات كلها بالاعباء الماليه والتكلفه اللي هي برضه ما بتتفعلش في التراخيص سواء للاسف الشديد عشان تحكم المنظومه وتخلي كل اللعيبه اللي هدفه انه يلعب ويلعب في سن معين او تشجع. طب كان كابتن شوبير مهم قوي 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 وانت بتعدل سعر الصرف بتاعك، ان خلينا دي صناعه. دي مشكله الاساسيه من اول ما جيت، كنت بحاول اعمل غرفه للرياضه المصريه، لانه في غرفه للاعلام وفي غرفه لسه عاملينها تطور، وبعدين تعدل في القانون اصبح من حق اي مجموعه تعمل غرف. يعني كان الاول النهارده تطور المطور العقاري، مع انه في تضارب بينه وبين مواد البناء والكلام عملوا له غرفه فالنهارده دي صناعه لها ادواتها ولها استثماراتها، ومحتاجه انها تبقى فيها هذه الامور عشان يبقى فيها ضخ في الاستثمارات، لانه عدم وجود شركاء للنجاح في اكمال المنظومه ده اللي مأثر على المنظومه من تحت. يعني حضرتك انا مش متفائل. الغرفه يبقى شكلها ازاي يعني؟ هقول لحضرتك، الغرفه بتبقى تبع بقرار من وزير التجاره والصناعه بالتنسيق مع الـ مع الـ مع مش دعوه بكل ده. انا عايز اعرف مهمها ايه؟ مهمها كل عناصر اللعب داخل فيها كره القدم. مش بس تضارب كده بينها وبين اتحاد الكوره؟ لا بالعكس، بالعكس ده هي بتجمع بقى كل شركاء النجاح اللي فيها، وتحط كل واحد في مكانه. يعني المصانع اللي بتعمل اللبس، المصانع اللي دي بتبقى عضو في الاتحاد وعضو في هذه الغرفه، الانديه الخاصه والملاعب كله موضحه شركاء النجاح. انت هنا كابتن مش ملاحظ حضرتك الدوري اهو بعد التطور ده الفانيلات كلها فاضيه ما فيهاش اعلانات؟ معظمها. سيبك من النادي الاهلي والناس دي، ده سببه ايه؟ ان في المنظومه خلل. بس انت عندك شركه كبيره دلوقتي شغاله، عملت رعايات للمنتخب وعملت رعايات للاهلي وعملت رعايات للزمالك. كويس. بس بدات في بعض الانديه، فبقى عندك شركه بتنظم احداث رائعه ما كانتش موجوده قبل كده. ممتاز، لكن معاها دي ده مجهود ممتاز جدا جدا. وطبعا وده فكر رائع وبيخدم الرياضه المصريه وبيخدم الانديه، لكن في الاخر شركاء النجاح. انا بتكلم على ان انت عايز يعني غرفه تبقى مسؤوله يعني مش فاكر يعني كابتن حضرتك عارف مثلا ايه انا في العالم كله بلاقي ايه الشركات المقاولات، الشركات بتاعه الرياضه، بتاع الكوره، بتاع المطارات، الشركات بتاع ده اديداس، ده بوما، دي رايك الغرفه يبقى دور الغرفه. دول بيبيعوا انديه، دول عملوا انديه، دول عملوا دي انا ده اللي قلقني. انا حضرتك النهارده دول بيبيعوا انديه دلوقتي؟ لا العالم كله. بتلاقي مثلا ده في ايطاليا بيلعب كذا، ده شركه مرسيدس، ده شركه كذا. النهارده ما ينفعش مثلا شركه مرسيدس او شركه طيران تعمل نادي. ده خطورته انه انت بتكسر. بس في المانيا ما فولفسبورج عاملين نادي. ايوه ماشي، اللي هي فولكس فاجن. ايوه ماشي بس بس بي اس في ده بتاع شركه. ايوه بتاع شركه. بس واخده نادي برضو ايه؟ ده نادي في مدينه. لكن ما يبقاش هو شركه بس كرة قدم. وده بيأثر على التسويق بتاعه. وعلى استمرارية واستدامة التسويق. عايز اسألك تاني، ايه اللي حصل عشان تتراجع النتائج بتاعتنا بالشكل ده؟ وايه اللي حصل انه لأول مرة في تاريخ مصر منذ زمن الزمن تحدث مشكلة بين مدرب المنتخب كابتن حسام حسن والنجم الأول للكرة المصرية والإفريقية واللي رفع راسنا دايما محمد صلاح؟ احنا حضرتك المشكله الاساسيه ما استغلناش الطفرات اللي حصلت في تعديل سعر الصرف، ان احنا نصدر اللعيبه ونساعد على نصدر خليل. طبعا تصدير. لحضرتك انا حضرتك لما يكون الدولار ب 8 جنيه، لما يبقى ب 50 جنيه، وانا ما اعرفش
اللعيبه ب 100,000 دولار اطلعه بره يبقى انا عندي حاجه غلط. عندي حاجه غلط، ما انتش جاد في هذا الملف في ان انا يعني الفكره بتاعت كابتن ومصر وكلام انت ورؤيتها في استكمالها في انك انت تطلع بقى لعيبه تطلع بسن معين اللي هو السن اللي هو ال 16 وال 17 وال 15 بالتدريج بالاعاره بنيه الاعاره ونيه بعد كده بنيه البيع والكاتمات الخارجيه وتبادل الخطوات انت مش موجود. كان بيبقى قلق لما كنت بتدعم العمله، لكن دلوقتي ماشي يعني انت عايزنا نبقى مصدرين طبعا لعيب لا مستوردين طبعا وتشجع قطاع خاص في قصه زي دي قصه تشغل كابتن وكل حاجه وتعمل كده. انا مثلا عاجبني جدا واعلنتها هنا بوضوح المشروع بتاع محمد منصور وياسين منصور رايد تو دريم، انا رحت شفته فاتخضيت والناس بقى عندهم فرقه دلوقتي وعاملين شغل. هو ده بقى انا ازاي بقى استغله بقى في المنتخبات وابدا انا كاتحاد كوره اخد الملفات دي واعملها بقى السيستم واسلوب هذا اسلوب تفكيره يا دكتور كابتن شوبير هو اللي هيخلي اللعيب لعيب هو عنده 15 سنه و16 سنه واخد خبرات تراكميه بقى. ما جاوبتنيش على السؤالين، هو ده السبب. طيب ماشي ده الاول. السؤال الثاني قصه كابتن حسام حسن وكابتن محمد صلاح، لو انت موجود داخل اتحاد الكوره كنت الاول كنت هتختار حسام حسن ولا لا؟ طيب اقول لك ليه حضرتك من غير ما تقول لي خلاص ماشي تمام مش انا مش محتاج مبررات. انا كمان احتكيت انا عايز اقول بس برده كلمه كمان في الاداره كابتن ابراهيم انا لما كنت ماسك شويه اللاعبين والكلام ده عنده افكار ممتازه ومطوره ومكسب وانهم ياخدوا مع الروح انا مطمن من الناحيه دي. نحل بقى المشكل ده ازاي؟ ده نجم مصر الاول وافريقيا الاول ونجم عالمي من اهم 10 لاعبين في العالم طبعا وده مدرب منتخب مصر واللي ما يقولش فيه مشكله يبقى بيخبي دماغه. انا اعتقد ان هيتم احتوائها يعني الوزير بس اللي بيتدخل هيتم لان اتحاد الكوره ما شفناهوش الرابطه ما شفناهاش ما حدش اتدخل غير الوزير وبيتهاجم انه بيتدخل. الحقيقه الموضوع مش موضوع الرابطه يعني انا بسالك موضوع يعني لابد ان اللي يحله هو دلوقتي في خلل يعني هو بس الرابطه برضو اتحركت من مش عارف فتره لما راحت المحله كانت في مشكله وراح النائب احمد دياب عشان يحل مشكله وكلنا قلنا حاجه جميله انه بيعمل حاجه زي دي بيبقى محمد صلاح بقى صح بس عايز اقول ان ايه ان ده الخلل ده يحل المنتخبات الرابطه بتتكلم في انديه مش كده لكن اللعيب الخارجي وحاجه بكير محمد صلاح المجهود موجود ازاي؟ سؤال هتحل يا كابتن شوبير ما هو ازاي؟ ما كل واحد راكب دماغه عايزين نحلها يعني اعتقد او بلاش عشان ما نبقاش نقول صلاح زعلان وعنده حق وليه حق حاجه طبعا. عظيمه شفته اول امبارح وبيجيب الجون والعالم كله عشانه واذا ربنا اكرم كله خد الدوري انا بقول لك صلاح يبقى من الثلاثه المرشحين لاحسن لعيب في العالم باذن الله. انا شايف ان هو صبر وانه هو هياخد يعني المنافسه الجديده اللي حصلت بين رونالدو وميسي والكلام ده هو عنده فرصه ذهبيه انه يرجع لان هالاند وقع كمان بالظبط وهو راجع هو راجع بقوه وتركيز وهو حقيقه انا من ايام ما كان كنت ماسك المنتخب اول ما مسكت هو هو شخصيه متميزه وفريده طبعا وقلمه يعني كل 100 سنه على ما بيجي واحد زي لو انت كنت في الاتحاد كنت ممكن تاخد حسام حسن وتسافر بيه لندن لو موجود رئيس اتحاد واحد يعني لو اسماء كبيره بقى لو حضرتك الخبرات اللي موجوده حضرتك كابتن هاني كابتن كان خلص الموضوع ده كان خلص الموضوع ده خلص. هي دي النقطه عشان كده بقول لك احنا محتاجين رئيس حضرتك بمعايير معينه يخلص الحاجات اللي هي طيب لو تفتكر يا كابتن عايز اقول لك حاجه لو تفتكر لما كنا موجودين الحاجات دي كانت بتحصل كل يوم بتفتكر بتحصل بشكل كتير بس احتوائها كان بيبقى فيه دور بيقول بانش ايوه دور بيقول بيه كابتن سمير الله يرحمه دور حضرتك بتقوم بيه اللي هو حرب كان بيه هو بصراحه الاتحاد كان متقسم جيد يعني انا كنت ماسك اتحاد اداريا ايوه كابتن سمير سايبين له بتاع ايوه انا موجود زي ما اكون موظف وبتحصل مشاكل وازمات وعشان كده بقول لحضرتك ليه انا عشان ان انا ما عنديش مواصفات انا معايا انا زي حضرتك ما عندي المواصفات الشغل بتاع الايه الاداري ومحتاجين الاسم الكبير اللي تبقى مشكله بهذا الكبر وهذا الحجم يكون هو قادر قبل ما اروح لفاصل شفت ان الاستاذ جمال علام جانبه التوفيق لما اعلن عن اسم رمضان صبحي احنا حضرتك في المنظمه حضرتك عارف ان بقالي 3 سنين انا عايز اكلم طب بقول لك ايه ممكن اروح لفاصل يلا وارجع اكلمك في دي بس قبل ما اطلع لفاصل وحق هذا الشهر الفضيل انت كنت موجود في الاتحاد ساعه موضوع كهرباء ومشكله العقد بتاع كهرباء كنت موجود حصل حاجه ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش خالص؟ نهائي؟ نهائي والله يعني العقد صح ومتوصف صح والدنيا كلها صح؟ صح انت امين احمد يحيى انا عارف انا كنت سنين لاعبين ساعتها ما فيش حاجه لا 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 ماضي بنسبه 100% ماضي ما هو قال انا ماضي بس التوثيق العقد اتغير لا ما توثقش ما حصلش دي شهاده من الحاج يا مان روح لفاصل ونرجع تاني طيب خليني اسالك عن موضوع المنشطات وانت عضو في اللجنه المصريه مش كده؟ هناك اتهام من بيراميدز للجنه اللي داخل مصر انه حصل تربص برمضان صبحي
بص حضرتك هقول لك بكل امانه يعني الـ 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 اللجنه اللي في مصر انا بقالي 8 سنين موجود وحضرت يعني تغيير لوائح كتير. المشكله في موضوع الحقيقه المشكله عندنا هنا في اتحاد الكوره، اتحاد الكوره مش جدي في موضوع النشاطات والمتابعات. مش جدي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو عملنا الاتوكول، كنت انا عملته امام مسكت المنظمه مع الكابتن هاني، ان كل نادي يتحصل منه مبلغ معين عشان يبقى فيه متابعه تمام ودورات واشراف كامل على هذا الموضوع. كويس. وحددنا المبلغ اللي خلال فتره التوقيت الاولاني اندفع. الفلوس كانت بتيجي، الكابتن هاني ادانا اول دفعه ومشى، خدت بالك؟ البروتوكول استمر واتحط في كل التعليمات كده، وما دفعوش ولا مليم. الكابتن جيت قعدت مع الكابتن استاذ جمال علام، انت بتحصل له فلوس من الناس من الانديه، خدت فلوس من الانديه، طبعا ما تبقاش للمنظمه ليه، لان كمان الارقام كمان انت عارف حضرتك بعد التعويم راح في الثاني خالص، بس انا بتكلم على المدينه القديمه. 7.5 مليون كان قالها لي هنا الدكتور حازم. لا وصل 11 دلوقتي. 11 الموسم اللي خرج دول كان قبل موسمين، قبل لغايه 2021، عشان نضيف كمان كل سنه بنضيف 1.8 مليون، يعني حوالي 11 مليون جنيه. خدنا 400,000 جنيه. يا لهوي. كلام جد؟ اه والله. استاذ جمال انا مش جاي اخد حاجه، اقول لك دي جديه، انا مش هنعرف نعمل عينات. فالموسم كله اشتغل مع النتيجه. طب خليني في قضيه رمضان. النتيجه ان ما حصلش ايه متابعه ولا في تحليل، وده خطر جدا. نعم. تحليل 17 اسبوع النهارده. نعم. هنبدا. فطبعا يعني احنا مره واحده بس في اتحاد الكوره مش تقريبا، يعني ما انا بتكلم على كده مره. نعم. او اثنين او ثلاثه، ده مش واحد. ده مش ده مش استدامه، وده مش مصلحه تطوير ولا التوعيه. نعم. للناس. عايز اقول برضو اطمن الناس الحقيقه ان كره القدم من اقل الالعاب الفرديه دائما اللي هي فيها دايما موضوع يعني برضه عشان برضه تطمن الناس. ماشي. لكن برضه التوعيه والحاجات دي محتاجه. طب احكي لي موضوع رمضان. هي موضوع رمضان يعني ايه؟ انا يعني احنا عندنا كعمل تنفيذي ممنوع ان احنا نتابع التفاصيل بتاعها. والحقيقه انا كراجل موجود، انا فوجئت ان حضرتك يعني صفحه فجر ما كانش ممنوع تماما، ان دي اكواد وبارقام. ده صحيح. ممنوع يعني هو رمضان عندنا هو رقم كود. ماشي. هو مين؟ الاعلان نفسه، وحتى لما استاذ جمال اعلن ده طبعا مفاجاه يعني خطا، ما ينفعش. نعم. كده حصل ناس كتير. محمد هلال وغيره وغيره وغيره، ناس محترمه وكل حاجه، لكن ما اتعملش الموضوع بتاع ولا في تربص ولا الموضوع بالنسبه لنا. انا بكلمك تاني عشان امنك. نعم. نعم. الموجود سواء كان الناس اللي كانت موجوده قبل كده او الدكتوره هانم رحمه الله عليها اللي كانت ماسكه التنفيذي. محترمه. يعني من احسن الناس، او الدكتوره ايمان جمعه اللي ماسكه دلوقتي. نعم. مستحيل. عايز بس اطمن الناس، لكن في شويه لبس، في تاخير في البتاع ده، لكن مفيش اي نوع من التربص او محاوله التربص فيه. يعني انت ما تقدرش العينه الثانيه هتبين. هيبين ان شاء الله. ما تقدرش تديني. وعايز اقول لحد ان العينه الثانيه هتبقى دايما يقول انها اصلا انت بتقسمها اثنين. لا بس هو هنا نقدر نقول العينه الثالثه بقى، لان هو اتعمل له تحليل قبل قبل التمرين. بالزبط. وتحليل بعد التمرين. هيبقى الثالثه. فهنا بس هي عشان بس لكن العينه الثانيه دايما يا جماعه هي نفس العينه بس تتقسم اثنين. ايوه. هنا الوضع بس مختلف شويه. صح. فمن هنا بيراميدز هم واثقين 100% انه رمضان ما عندوش مشكله ونتمنى ده الحقيقه يعني. وده ان شاء الله اللي انا متاكد. بس حضرتك ما تقدرش تقول راي خالص. لا في الموضوع. طيب خلينا نروح معاك لقضيه شائكه في الكره المصريه، وهي قضيه التحكيم. يعني واحنا موجودين في الاتحاد واحنا بره الاتحاد، انا عمال اقول الناس والله العظيم انا من سنه يا جماعه 2010 بره الاتحاد، هم 6 شهور يتم اللي دخلتهم في الاتحاد وبيحاسبوني عليهم من 2019. ما علينا. بس كان دايما يقول لك عايزين خبير اجنبي. فجه الخبير الاجنبي كلاتنبرج، مشي بدري وبريرا. ناس كتيره جدا بتدافع عن الراجل، يقول لك راجل منظم ومرتب ومحترم واكاديمي. ناس كتيره جدا برضه تقول لك ده راجل فقط بتاع ورقه وقلم لكنه فنيات ما فيش. انت شايف ايه وشايف الافضل ايه؟ هل نستمر بخبير اجنبي؟ هل نرجع للمحلي؟ وهل المحلي احنا بنتكلم دايما في اسماء كابتن جمال غندور، كابتن عصام عبد الفتاح، بيدخل كابتن سمير عثمان، بيدخل كابتن ناصر عبد الرؤوف، اسم جهاد جريشه، هكذا يعني. انا الحقيقه انا يعني واقع خبراتي وتجربتي في الموضوع ده، عندنا اسم الحقيقه انا بعتبره من افضل الناس اللي تقدر طول هو طول ما موجود انا ما بفكرش في اجنبي، كابتن عصام عبد الفتاح. عصام عبد الفتاح. يعني اشتغلت بيه وكنت موجود قوي لما بيروح. بص يا كابتن، عايز تعرف ده تقييمه لما بيطلع بره. لما راح الامارات ولما راح هنا وكده كلها تجارب ناجحه، ما طلعش بمشكله. نعم. ما سمعتش ان هو مسكت الانديه بتهاجمه دايما عصام في هناك فانت قلت هنا بره. طبعا. نعم. هيتهاجم وده بيتهاجم. نعم. برضه. انا عايز اقول طالما انا عندي بديل بيتمسك انا لو متخيل ان انا لو موجود يعني انت لو موجود في الاتحاد وطالما عصام عبد الفتاح الكابتن عصام. اذا انت مع عوده الكابتن عصام عبد الفتاح لرئاسه لجنه التحكيم. دايما طالما اتكلمنا في النشاطات ان الحقيقه كنا
اقترحنا مبادرة هنا والنهاردة كانت أولى ثمارها، راحوا الناس الأجانب بالألمان أو النادي بدأوا بيه كان مودرن فيوتشر، لأن حالة أحمد رفعت كانت من عندهم. تعالوا نشوف إيه اللي حصل النهاردة ونشوف لقاءات مع عدد من المسؤولين على رأسهم دكتور وليد دعبس، ونروح لفاصل. ده ملف رائع كابتن، ده محتاج ده. والله انا عايز اقول لك حاجه، هي موضوع الاجهزه الطبيه والفكر الطبي الجديد بعد طبعا الحادث بتاع احمد رفعت واللي حصل، بيخلينا ان احنا نبتدي نفكر في ايه الجديد اللي نقدر نعمله، ايه الجديد طبيا. ابتدينا نتساءل، جت بالفرصه السعيده ان احنا شفنا الموضوع بتاع الجهاز الجديد اللي احنا النهارده بنعمل التجربه بتاعته. انا شايف ان هو ده هيقلل طبعا المخاطر اللي موجوده، ان احنا نعرف اللاعب لو كان عنده اي مشكله من قبل ما تبتدي، ودي مهمه جدا. الجهاز طبعا فكرته جميله جدا، يعني فكره ان الجهاز احنا شفنا النهارده فكره ان انت في البورم اب عندك كل المعلومات اللي انت محتاجها، لو في حاجه ممكن تسبق بخطوه، دي حاجه بالنسبه لي اللي شفناها النهارده حاجه محترمه جدا وطمنا، وحتى اللعيبه نفسها كانت مبسوطه جدا، واتمنى الانديه كلها يبقى موجود فيها الجهاز ده، لان ده بيطمنا على اللعيبه والقلب وحاجه جدا. في واقع عايز احكي لك عليه، انا كنت لسه عند رفعت في المستشفى، فدكتور احمد اشرف بيكلمني قال لي احمد اتحرك حالا، احنا مركبين احمد الجهاز كمان هناك، مش بس هنا اللي مش اللعيبه بس هنا. قلت له فعلا احمد لسه داخل كذا ولسه فاهمني، فانا كنت مبسوط ان هو قاعد في البيت ومتابع الحاله، فده بالنسبه لي يعني حاجه كويسه جدا وبشكرهم عليها، وان شاء الله تبقى يعني خطوه ان احنا نحمي اللعيبه من اي حاجه ممكن تحصل. احنا هنبتدي من تحت الصفر، فاهم؟ فانا بعمل كده وموجود هنا عشان انا شفت احمد رفعت حصل له ايه، وانا مش هرضى ان لعيب تاني يحصل له كده، فكل واحد هيقدر يساعد هيساعد. فاحنا والناس كلها عارفه يعني في شورتج كبير قوي في النواحي الطبيه، مش هنا في لا احنا بنتكلم في المنظومه نفسها كويس، فبالتالي احنا بنجتهد، وشايف حضرتك شايف الاهتمام عامل ازاي. فاذا النادي مهتم، اللعيبه مهتمه، فالدائرة الكوره لازم يكون مهتم برضه، صح؟ بس فاحنا بنعمل شغلنا وبنعمل الايه اللي المفروض يتعمل، ما يحصلش تاني زي احمد رفعت، وما يحصلش تاني زي يعني يبقى نحاول طبعا، دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، لكن نعمل بقى الوقايه، نشوف بقى قبل التمرين اخباره ايه، الهارت بيت ده عامل ازاي، يعني ندرس الدنيا شويه. احنا داخلين دلوقتي على مرحله جديده قوي في تكنولوجيا الطب القلب الرياضي، وهي الريال تايم. الريال تايم ان انت تقدر تقيم اللاعب بتاعك وتشوف حاجته اون سبوت وهو بيتمرن وهو في الورمنج اب بتاعه، فكون ان انت توصل لمرحله ان انت تبدا تشوف رسم القلب بتاعه قبل ما يبدا التمرين وجوه التمرين، وتشوف ضغطه ودرجه الحراره، تشبع الاكسجين، الحاجات دي كلها بتريفلكت القصه كلها للمدير الطبي، علشان كمان يبدا يشوف اللعيبه بتاعته دي محتاجة مدرب الأحمال يقرص عليهم شوية في حاجة معينة. الحاجات دي كلها بتديك شكل عام عن كفاءة القلب دلوقتي أو حالة القلب بشكل عام. دي يعني احنا لازم نستفيد من التكنولوجيا ديت، لان احنا دلوقتي بقينا بنشوف في الملاعب، مش في الملاعب المصريه بس، في كل العالم كله دلوقتي بقينا بنشوف مع ضغط المباريات، مع ضغط اللعب بقينا بنشوف في لعيبه بتقع. الجهاز ده بكل بساطه احنا بنقيس تقريبا 8 حاجات حيويه جدا في 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 جسم اي لعيب واي شخص عادي، رسم القلب، وطبعا بيتعمل بالمجهود ان هو بيبقى بيجري وبيلعب، النبض، الضغط، نسبه الاكسجين في الدم، معدل النفس بتاعه اللي طالع وداخل خلال الدقيقه، وبنقدر بعد كده بالAI بالArtificial Intelligence بالذكاء الاصطناعي نطلع من كل ده بعد كده معادلات، نقول الحالة الصحية الكاملة للعيب عاملة ازاي، نقدر نستريس على ايه شوية، محتاجين ننظم نفسنا ازاي، محتاجين نتابع حركة ومعدل ضربات قلبه ازاي، ازاي نقدر بعد كل اللي احنا بنعمله ده ناخد ريبورت كامل مفصل، زي بالظبط ما بيحصل في الاحمال البدنية، العضلة لما بتبقى شدة الدكتور بيعرف فبيريحه في التمرين، نفس القصة القلب لو حصل فيه حاجة لازم ياخد تمرينات بشكل معين، لازم يتعود يتعلم يتنفس ازاي بشكل كويس، بحيث ان هو في الاخر يقدر يمنع بشكل او اخر حدوث حوادث زي اللي حصلت لكابتن احمد، ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. طيب الكره المصريه عشان ينصلح حالها مطلوب ايه يا حاج محمود؟ بص يا كابتن، مطلوب اولا المسابقه
يحصل انتظام، لانه انتظام المسابقه. انا هاخد منك عناوين، ان كلمه مهمه جدا يا كابتن. ماشي. في فرق دلوقتي جدا جدا في المستوى بين اللعيبه المحترف والعاديين، دي مشكله. اتمنى ان شاء الله من كابتن حسام وكابتن ابراهيم يحلوها. ان احنا النهارده عدم انتظام، عدم وجود جماهير، انت شايف الدروب موجود ازاي. نعم. ففي فرق عمال يزيد. طيب عشان بس الوقت بيجري. حتى الوجود بيحصل. طيب مستوى يبقى انتظام المسابقه واحد. نمره 2، فورا فورا تغيير اللوائح والقوانين في موضوع الاحتراف الخارجي. 2 لان تالت حاجه بعد المسابقات، مسابقات الناشئين. المسابقات تفضل انخفاض التدريج. انا عاجبني الشهور الاخيره سمحت بلعيبه كتير ولغت مسابقات. المسابقات الوهميه اللي معموله بطوله الجمهوريه وهي اصلا ما بتكملش وبقت دور واحد وما عادش فيها جديه، لابد يتعاد النظر فيها عشان تتناسب مع الاجنده الدوليه وتساعد على ان اللعيب يحتك بسرعه. طيب جاهز لاقر واعترف؟ اقر واعترف مع الحاج محمود الشامي. مهندس محمود الشامي، تقر وتعترف ان الكره المصريه محتاجه الكوادر جديده عشان تديرها في الفتره اللي جايه بدل من الوجود التقليديه اللي اكل عليها الزمان وشرب؟ مش اكل وشرب، هي ده، هي صوره كونيه، لابد يبقى في دماء جديده مستمره. نعم. تطوير الكره المصريه. تقر وتعترف انه هاني ابو ريده هيعود لرئاسه الاتحاد المصري بعد انتهاء دوره في الاتحادين الدولي والافريقي؟ وارد. وارد. بنسبه قد ايه؟ انا الحقيقه ما اتكلمتش فيها مع الكابتن. اخر مره اتكلمت معاه في الانتخابات امتى؟ هو من زمان. طب اخر مره اتكلمت معاه بشكل عادي؟ الاسبوع اللي فات بس. الاسبوع اللي فات. ان شاء الله ان شاء الله. ما بتجيبوش سيره الانتخابات؟ لا خالص. معقوله؟ هل هو مرة. متحمس ولا مش متحمس؟ مش عارف. مش عارف. مش عارف دي حقيقه. ما فتحتش الموضوع. حاسس انه زهقان ولا حاسس انه عايز؟ والله انا يعني انا مش برضه مش قادر اقر فيها يا كابتن. نعم. طيب انا غيرت لك السؤال ده. تقر وتعترف بانك لن تقبل باقل من مقعد نائب الرئيس في اي قائمه تنضم اليها في انتخابات الجبليه القادمه. مش اقل، هو اللائحه تمنعني من ان اترشح في اي منصب اخر ان قعد 8 سنين عضو، ما ينفعش اكون لائمه في الرئاسه. طيب. تقر وتعترف بان جملتك الشهيره لا للهبوط على اتحاد الكره بالباراشوت دي كانت فضفاضه وغير دقيقه وموجهه ضد اسماء بعينها، والدليل انك كنت رافض تولي احمد مجاهد رئاسه اللجنه الثلاثيه رغم ان الراجل عنده خبره كبيره. لا والله انا ما قلت كده خالص. ما قلتش كده؟ ده نسب اليك يعني؟ لا انا ما قلتش كده خالص. بس هو موضوع اللجنه الثلاثيه كان انا كنت اتمنى ان يحصل انتخابات سريعه. نعم. عشان ما نطولش العمر، لكن طبعا احمد طبعا قادر. شايف فترته كانت ناجحه في رئاسه اتحاد الكوره؟ معقوله جدا. معقوله؟ معقوله جدا. بس كنت على خلاف كبير معاه. بص حضرتك، انا يعني حتى انا اتصلت تليفوني بينه وبينه من يومين. فعلا الانسان بعد العمر في امور كتيره كانت ممكن ما تبقاش فيها خلاف، لكن هو طبعا بيدير وفاهم فاهم. طبعا لو مسك اتحاد الكوره ينجح، لو بجيب الانتخاب بقى ومعاه مجموعه وكده. معاه مجموعه وارد ينجح. وارد انه يعني هو في ملفات كتير نجح فيها، استجمال في كروش يعني. اي اضافه تحب تضيفها؟ خالص. في اي حاجه عايز تقولها؟ انا كل بلديه المحل عايز تتكلم عنها سريعا. أنا بسرعه بسرعه بسرعه. تجربه مصطفى الشامي، تجربه احمد عبد الرؤوف. بغض النظر بغض النظر عن الانتخابات. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق الانتخابات تكون بعد الدوره الاولمبيه دي، واتمنى كمان ننهي بدوره اولمبيه كويسه. ونتمنى ان ايه اذا حصل في تعديل في اللوائح بس ماشي، ما يجورش نص دقيقه عن بلديه المحل. بلديه المحل تجربه ممتازه جدا. مدير فني ممتاز جدا ومجلس اداره شاب جدا. اتمنى ان هم يكملوا ويقعدوا في الدوري الممتاز، لانها تبقى اضافه كبيره جدا. عايز بس استاذنك اتكلم على النسخه العشرة من دوري مراكز الشباب توتال انرجيز 2023، لان دي بصراحه هي الاقوى والاضخم، لانه اخيرا بقى دوري مراكز شباب حاجه مسمعه. توتال كمان انرجيز ده اسم كبير جدا في حياه كره القدم، وبنشوفه يعني بيبر على البطولات الافريقيه، ويعني طاقه الشباب على المستوى الافريقي والعالمي. السنه دي بقى الرعايه لدوري مراكز الشباب يعني اكبر واقوى، اولا تحت رعايه سياده رئيس الجمهوريه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا الدوري بيحمل اسم توتال انرجيز السنه دي وبشكل حصري اسمه دوري مراكز الشباب توتال انرجيز، حاجه محترمه يعني. البطوله كمان السنه دي فيها مميزات كتيره جدا، دخول مرحله جديده لاول مره في البطوله، مرحله المنتخبات، منتخبات المحافظات بعد نهائي المحافظات كلها هنعمل منتخب لكل محافظه، يتم تشكيلهم من مديرين فنيين بقى اسماء ونجوم معروفه زي كابتن ماهر همام، كابتن محمد صلاح، كابتن رمضان السيد، كابتن حسام غويبه، كابتن ربيع ياسين، كابتن هشام عبد الرسول، كابتن هشام حنفي، ونجوم كتيرة كمان. كل محافظة بمثلة منتخب عشان تحقيق حلم البطولة. خفضنا كمان أو خفضوا الفئة العمرية، لأن أنا مشرف على الدوري من الوزارة يعني، فدايما بقول أنا موجود يعني تبقى من 16 ل 22 سنة لحد الأقصى 27 سنة عشان الشباب. طبعا الشباب كمان يبقى عندهم فرصة عشان يكتشفوا مواهب كتيرة
300 ملعب جاهزين عشان يستقبلوا جميع دوريات مراكز الشباب لكل محافظات الجمهورية، في لجنة فنية محترفة وكشافين كبار عشان يتيحوا فرصة أكبر وتوسيع المجال عشان نشوف أفضل المواهب الشابة وندعمهم ونسندهم عشان يحققوا الحلم. كمان حجم البطولة 20,000 لاعب، 3,000 فني وإداري، أكتر من 600 مركز شباب على مستوى الجمهورية، ومنافسة بين جميع محافظات مصر الحصول على لقب البطل. يعني جوائز مالية 500,000 جنيه المركز الأول لأول أربع منتخبات، توفير فرصة لفترة معاشة خارج مصر بأحد الأندية الأوروبية برعاية توتال إنرجيس، وأيضا جوائز فردية لأفضل حارس، لهداف الدوري، الرجل المباراة، لأفضل لاعب بالبطولة، جوائز ومسابقات طوال فترة البطولة بتقدمها توتال إنرجيس للمتابعين عبر المنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك أو إنستجرام. كمان تغطية إعلامية كبيرة، تنظيم ضخم للمباراة النهائية، وللمرة الثانية هتكون إن شاء الله في استاد القاهرة. حاجات جميلة ومحترمة جدا، نتمنى إن شاء الله تتم على خير. بشكرك يا باشمهندس، نورتني وشرفتني، رمضان كريم، الله أكبر، كل سنة وحضرتك طيب. خيرا بس أنا محبش أعقب على أي حد من الضيوف أو أي حد بيتكلم في برامج أخرى، لكنه بالتأكيد لكل مقام مقال. رمضان كريم، سلام عليكم. من سنة حققنا معاكم حلم 27 محافظة. النهاردة توتال انرجيز بتجدد التزامها بالحلم، خطوة بخطوة بنحقق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وتوتال انرجيز. جاهزين؟ 27 محافظة، 300 ملعب، 600 مركز، 3,000 فني وإداري، 20,000 لاعب، 500,000 جنيه جوائز، 100 مليون مشجع، لقب واحد، حلم واحد، طريق واحد. الحلم مش لحظة أو لقطة، الحلم طريق طويل وطاقة أمل ما تعرفش المستحيل. شكرا لكل لاعب ومدرب وفني ومشجع جوه وبرا الملعب على دوركم الكبير في نجاح دوري مراكز الشباب 2022. دوري مراكز الشباب توتال انرجيز 2023 تنظمه وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.